السلام عليكم. هذه إقامة يعني راهي قيد الإنشاء في منطقة بير خادم في الحي ما يسمى بلاكوت، وهذه الإقامة عرفت تأخر كبير جدا يعود إلى أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة، بسبب يعني سوء التسيير والتخطيط وعدم المراقبة ومشاكل كثيرة، والنتيجة أن الإقامة هذه رغم الوسائل الكبيرة التي يعني ضخت في هذا المشروع، إلا أنه نشوف أن العمارات متقاربة على بعضها كثير، رغم أنها عالية زاد قرب على بعضها كتير، وفيها بعض الأشياء الإيجابية كمثلا التغليف اللي راه يندار بالسيراميك، وفيه بعض الديكورات الرائعة الراقية جدا. لكن للأسف المشروع هذا راه بطيء كتير في أغلب الأجزاء نتاعو، فيه بعض الأجزاء اللي راهي الأشغال تمشي فيها، لكن يعرف تأخر كبير، وإن شاء الله الدولة تلقى الحلول بالتراضي مع المستثمر هذا لكي ينتهي المشروع ويمد إضافة جمالية رغم التصميم العشوائي، يقدر يساهم في يعني الرصيد العمراني تاع المنطقة. إن شاء الله يعني الدولة تأخذ بعين الاعتبار هذا المشروع اللي جاي في منطقة استراتيجية ومنطقة هامة جدا، لابد أننا يجدوا الحلول في أقرب الأجال. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.